من علامات صحة القلب، وهي علامة تظهر عند حضور الصلاة ومجيء وقتها. والصلاة ميزان ومحك يومي، فكيف شأن الإنسان مع هذه الصلاة؟ وهل هذه الصلاة قرة عين له وراحة لقلبه، أو أنها شيء ثقيل وعبء إذا جاء يريد أن يتخلص منه، وحاله معها ليس أرحنا بالصلاة وإنما أرحنا من الصلاة؟ فمن علامات صحة القلب عظم إقباله على الصلاة وسروره بها وتعلق قلبه وانتظاره لها وفرحه بمجيئها وحلول وقتها وإقباله عليها، فهذه علامة عظيمة من علامات صحة القلب تظهر عند حضور وقت الصلاة. ونظم رحمه الله في هذه الأبيات قول ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان: ومن علامات صحته أنه إذا دخل في الصلاة ذهب عنه همه وغمه بالدنيا، واشتد عليه خروجه منها، ووجد فيها راحته ونعيمه وقرة عينه وسرور قلبه. وجد فيها راحته ونعيمه وقرة عينه وسرور قلبه. فهذه علامة من علامات صحة القلب تظهر عند مجيء وقت الصلاة. وبهذا نعلم أن الصلاة ميزان يومي يتكرر 5 مرات في اليوم والليلة، يزن فيه الإنسان نفسه وإيمانه. وفي الحديث: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. فالصلاة برهان على الإيمان ودليل عليه، وكل ما كان العبد أعظم إقبالا عليها ومحافظة كان ذلك من الدلائل العظيمة والشواهد البينة على صحة قلبه وسلامته. لكن إذا كان حاله إذا حضرت الصلاة يضجر ويتململ، وإذا دعي للصلاة تضجر، وإذا أقعد من النوم ليصلي غضب إلى غير ذلك، فهذا علامة ليست من علامات سلامة القلب وصحته، وإنما من علامة سقم القلب ومرضه، من علامة سقم القلب ومرضه.